نشاهد احتكاك بين المتظاهرين ورجال الشرطة في مالمو، في مدينة مالمو في السويد، بعد محاولة رجال الشرطة كما يظهر في الشاشة إعادة هذه التظاهرة إلى الوراء. سنتابع بالصوت والصورة قليلا ثم أعود إليك ناصر. تستمر هذه التظاهرة مشاهدينا في مالمو في السويد، وكلما حاول رجال الشرطة إبعاد المتظاهرين تزداد الهتافات وتصميم المتظاهرين على البقاء في أماكنهم. طبعا التظاهرات اليوم الشبيهة بتظاهرة مالمو خرجت في باريس، في أمستردام، في برلين، في ديرسدن، في مدريد، في عديد من المدن الأوروبية.